كما التقى وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي وزيرة خارجية السنغال على هامش أعمال مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا تيكاد. كما أشاد الجانبان خلال اللقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين وأهمية تعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة القادمة في شتى المجالات. كما شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول التطورات المتسارعة في منطقة الساحل وغرب إفريقيا، لا سيما التحديات الأمنية والتنموية، حيث أشار وزير الخارجية في هذا الإطار إلى الجهود التي تقوم بها مصر لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف من خلال الدورات التدريبية التي تقدمها لبناء قدرات الكوادر الوطنية في هذا المجال.